السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. احنا اليوم في أحد المشاريع، وهو عبارة عن مسجد. طبعا في عندنا المصلى الرئيسي، راح يكون عبارة عن تكييف داكت، وهو عبارة عن مكنات باكج يونت، والمصلى العلوي الطابق الأول مع سكن الإمام راح يكون عندنا عبارة عن مكيفات سبلت يونت. راح ندخل إن شاء الله إحنا ونشوف عملية التأسيس، لأنه راح نبدأ بأخذ المقاسات للدكت إن شاء الله، والبدء بتصنيع الدكتات، والبدء بعملية التركيب إن شاء الله. طبعا هاي عندنا المسجد من الداخل في مرحلة التأسيس. طبعا هون الصالة كاملة سيتم تبريدها بمكنات الباكج يونت. في عندنا في هذه الصالة 5 مكنات. طبعا ماكينة الباكج يونت التأسيس لها لازم يكون عندي أنا فتحة في السطح. طبعا عم تشوفوا هون في عندي فتحة في السقف، راح يقوم ينزل منها الدكت السبلاي الرئيسي، وراح ينزل منها الدكت الريتيرن اللي راح يسحب الهواء من الصالة من هون باتجاه الوحدة الخارجية. طبعا هاي الفتحات الموجودة عندي هون اوريدي فتحة مستمرة باتجاه الأعلى، راح تمر من الطابق الأول، فالدكت راح ينزل عندي من على السطح ويمر خلال الطابق الأول، ومن بعدها من هاي الفتحة، ومن بعدها يمشي مع الدكت بهذا الاتجاه. نفس الشيء بالنسبة لهذه الماكينة، عندي في عندي فتحة في سقف الطابق الأرضي اللي احنا موجودين فيه، وفتحة في سقف الطابق الأول العلوي. ماكينة الباكج يونت بيكون لها دكتين، دكت سبلاي ودكت ريتيرن راجع. نعم تشوفوا هون هاي عندي الفتحة اللي في الطابق الأرضي والفتحة العلوية أيضا. الدكت راح ينزل دايركت من على السطح، وراح يتم توزيع الدكت على كامل طول هذا المسجد، وإن شاء الله خلال عمليات العزل وعمليات التركيب وتوريد مكاين الباكج يونت راح نعمل لكم فيديوهات توضيحية حتى يكون شيء مفيد للجميع إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.